صباح الخير والسعادة والهنا على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال وعلى كل مشاهدين برنامج بيت أميرة النهارده حلقة جديدة وإن شاء الله تكون حلقة موفقة بإذن الله معاكم مقدمة البرنامج أميرة شعلان بقول لكل كل الناس كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة بمناسبة السنة الجديدة إن شاء الله بإذن الله تكون سنة خير وسعادة على الجميع يا رب آه النهاردة آخر سبت طبعا في 2020 آه السبت الجاي إن شاء الله هكون معاكم في سنة جديدة في 2021 آه أحب أوجه تحية وأوجه شكر آه لأغلى حاجة عندي وهو جوزي الغالي ربنا يخليه ليا دايما آه ويوفقه دايما يا رب يكون سند دايما ليا وأقول لبناتي ربنا يخليكم لنا يا رب يطرح لكم البركة يا رب إن شاء الله ويخليكم لنا آه والأهلي كلهم ولبابايا ومامتي واخواتي وحماتي وعيلتي كلها عندي عيله كبيره ربنا يخليكم ليا دايما يا رب آه وفي كمان يا جماعه اهداء خاص بالطفل عمر سعد نوجه اجمل اهداء الى قريه كفر ششت <applause> معذرة آه كفر ششتة زفتة بلد ما شاء الله يا جماعة جم جميلة جدا شعلة نشاط في العمل الخدمي تحيه لجروب كفر شيشته المستقبل شباب محترم وان شاء الله باذن الله نصور معاهم حلقه تكون حلقه موفقه باذن الله آه، علشان احنا داخلين سنه جديده يبقى دايما بندعي ربنا ان السنه دي تكون على الجميع سنه خير وسعاده ودايما عمل الخير من الاشياء المحموده في كل زمان ومكان وقد امرنا الله سبحانه وتعالى بالاكثار من عمل الخير. في كل وقت وجعل فعله مرتبطا برضاه والفوز بجنته وأعد لمن يفعلون الخير الأجر العظيم والثواب الحسن ففعل الخير يشترط النفس بشرح النفس والبال ويعود بالمنافع العظيمة على الفرد والمجتمع بأكمله ومن أبسط فعل الخير هي الكلمة الطيبة دايما بنقول إن الكلمة الطيبة صدقة ففعلا الكلمة الطيبة صدقة فأفعال الخير لا تتوقف ومتعددة ولا يمكن حصرها في إطار صغير وهذا يدل على أن الخير دائما مجاله واسع ومداه لا يتوقف عند حد معين ومن الذين يتمتعون بالخير ومساعدة الآخرين بمجالات كثيرة متعددة ومتنوعة هم جمعية حصيلة الخير جمعية بجد شايفاها مميزه جدا ومعانا اللي مشرفانا ومنورانا الاستاذه منى صابر علي اخصائيه اجتماعيه اولى على المعاش المبكر ورئيس مجلس اداره جمعيه حصيله الخير ورئيس مجلس امانه مؤسسه السعاده للتنميه الاجتماعيه من الناس المحبوبه جدا والخيره من الناس اللي انا سعيده بوجودي ربنا يخليك لنا منورانا والله جدا أميرة يا اميره والله فرحانه بوجودي معاكي ربنا يخليك يا رب شرف ليا طبعا ان انا متواجده في قناه الصحه والجمال وبرنامج بيت اميره حبيبتي ربنا يخليكي يا رب ربنا يبارك فيك يا رب آه بجد حاسه ان انت من الناس المحبوبه على طول وتخشي القلب تستاهلي كل خير ربنا يخليكي آه فعايزين نتعرف اكتر على جمعيه حصيله الخير آه والانش يعني الانشطه المتاحه بالنسبه لك في جمعيه حصيله الخير طيب احنا عندنا حاجات كتير بس أنا شايفه وعارفه لا انا شايفه وعارفه يعني طيب احنا جمعيه حصيله الخير انشئت سنه 2010 والحمد لله رب العالمين انا كنت اخصائيه اجتماعيه في مدرسه في دار السلام مدرسه في منطقه شعبيه وكنت متربيه, متربية انا في مدارس خاصه و كان ليا اب وام بيعملوا عمل الخير بطريقه بسيطه جدا بفطرتهم وكنت بشوف ده بعيني في في كل حاجه بيعملوها الله يرحمهم وبعدين جيت انا اشتغلت اخصائيه اجتماعيه طبعا انا بحب المجال الاجتماعي لقيته ان هو فيه كل الحاجات اللي انا شفتها وسابقا بتساعدي بتحب, بتحب, بتحب اه اه خلاص بقى هو الخير بقى جوايا ان انا اي م. حد عايزه اساعده اي حد عايزه ادعمه م. اللي اقدر عليه بعمله سمع. فأما اشتغلت اخصائيه كان في من من الاسس اللي, اللي عندنا من الانشطه الاساسيه حاجه اللي هو المجال بتاع المشاركه المجتمعيه آه. فالمشاركه المجتمعيه طبعا انا لي علاقاتي وماد شايفين برضك ايوه في على التلفزيون برضك حاجات من من الجمعيه فما شاء الله حاجات كويسه جدا اه الحمد لله آه. آه احنا عندنا ديت أنا في المدرسة كنت بمارس الأنشطة وكانت الولاد في فكرة جت عندي كده إن أنا كنت كل شوية يجي طفل طبعاً في مدرسة حكومية وبينزل لنا كل شوية طفل في مشكلة مع المدرس أوه. مع زمايله فأنا جت لي فكرة من جوايا أنا عايزة أعرف الطفل ده بيعمل كده ليه أوه. فبدأت أعمل دراسة على الطفل لقيت إن الطفل بيبقى قاعد في الفصل عنده صعوبات تعلم مش قادر م. يتواصل مع المدرس م. مش قادر يتواصل مع زمايله فبناء عليه على طول اتجهت ان انا اشوف ايه الفكره اللى ممكن اساعد بيها الاطفال دى مم. فطبعا عن طريق المشاركه المجتمعيه تعرفت على سيدات مجتمع مم. وفيهم سيده فاضله اتبنت فكره ان احنا نعمل فصول تعليم الاولاد القراءه والكتابه بالمجان ونراعي كمان اه اولياء امورهم ان احنا نجيب لهم كل احتياجاتهم الاقتصاديه اللي الله. تساعدهم ان هم يتعلموا في مناخ يناسبهم وبيئه خصبه تديهم مش حاجه كويسه ايوه كويس الفعل الخير مش مقتصر على واحد بس ده انتوا مجموعه مع بعضكم احنا مجموعه كبيره جدا الله. الحمد لله متطوعين شباب زي الفل ومعايا طبعا اللي بيساعدوني اداريا ومعايا زوجي وده السند والظهر طبعا لان هو لو مش هو في ظهري على طول على طول ما كنتش هقدر رب. اخطي خطوه لان هو شكر طبعا اه ده رب ربنا يخليه ليا ويبارك لي في عمره يا رب, يا رب, هو السند فعلا في الموضوع دوت لان هو ساعدني في بناء الشخصيه الاجتماعيه اللي تقدر تتعايش مع المجتمع لان المجتمع بتاعنا بيبقى فيه محظورات وحاجات كده فهو طبعا بخبرته وان حد ليه وضعه في منطقه دار السلام مم فالحمد لله رب العالمين وقفت على رجلي وبدات اعمل الجمعيه طبعا في انشطه كتير اه احنا شايفين كمان السوشيال ميديا وكمان حوار الشباب ان انت بتفعلي معاهم فعلا انا معايا شباب كتير وكلهم كانوا متطوعين كلهم جايين لوجه الله فمع الوقت معانا فيديو بردك يا ريت تعرضوه لنا يا جماعه فيديوهات ما شاء الله اه علشان الصور بس المشاهدين يشوفوها احنا إيه إيه عندنا ولاد الشباب انا ساعدتهم انا طبعا من كتر انا طبعا عندي حياتي الخاصه وعندي طبعا شغلي الخاص انا عندي شغل خاص بيزنس بتاعي فلقيت اني مدرسه تربيه وتعليم مع شغلي الخاص مع رئاسه الجمعيه أوه. فضلت ان انا اتنحى عن ان انا عملت معاش مبكر على اساس أيوة. ان انا اتفرغ للعمل الاجتماعي والشغل الخاص ما شاء الله وبعد كده اتعلمت السوشيال ميديا مع نفسي كده أوه. وبقيت اعرف اعمل تسويق الكتروني فالولاد حواليا محتاجين شغل أوه. كل اللي عايزه شغل بقيت اتعلمه السوشيال ميديا ازاي يسوقوا عن طريق الانترنت تمام. وبعدين بعد كده الشباب بقوا يوصلوا الاوردرات فدي بقت ايه في فريق كده خلاص احنا قضينا على عدم وجود شغل في المنطقه دي كويس جدا دي من يعني من بين المجالات اه يعني. وكمان في مجالات الطبخ يعني الطبخ برده اه الحمد اه لله اه معايا سيدات معيلات اه, اه اه ربنا يبارك لي مو. فيهم برده اه كانوا امهات للاولاد وعرفت ان هم بيطبخوا كويس عملت لهم الحمد لله مطبخ ودلوقتي برضه بيسوقوا عن طريق السوشيال ميديا ما شاء الله وبيطلب منهم وجبات وطبعا وجبات في رمضان آه. وجبات سخنه وما شاء الله يعني الموضوع مشروع برضه ناجح وبرضك زواج و... اليتامى ما شاء الله يعني انا بجد برضو... مبسوطه جدا 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 بالموضوع والله ده والله يعني انا عندي السيده الفاضله ديت يعني هي وناس كثيره جدا اخواتي و... وناس كتير بيدعموني في اني انا اول ما اقول عندي عروسه خلاص انا برفع عندي ان انا عندي عروسه كل الناس بتساعدني مم. كل الناس ليه؟ عايزين نجيب للبنت كل احتياجاتها الخير وكل موجود. اللي تختاره يعني ما فيش حد الله يعني. يعني مش احنا اللي بنجيب ونفرض عليها لا, لا انا بسالها وباخد منها الصور بتاعه الحاجه بتاعتها وببلغ الناس وبيجمعوا مع بعضهم بالجود الذاتيه وبالسيده الفاضله وبالناس المحترمين الله. اللي معايا لان انا عندي علاقات جامده جدا وكلهم يعني كلنا بنحب الخير وعمل الخير وكنا مع بعض بنجتمع على ده يعني ان احنا لازم نحقق مطلب اي حد يحتاج مننا حاجه ربنا يجازيك طبعا يا رب. ده غير بقى المشردين لو لقينا مشردين احنا بنساعدهم برده وحضرتك هتشوفي ده على البيج بتاعتنا أوه. لو لقينا مشردين بنساعدهم وبنأهلهم وبنعلهم زي كشوفات كده اول بننقذهم ونعمل كشف تبع الصحه وزاره الصحه وتحاليل وبصراحه ربنا وزاره الصحه بيتعاونوا معانا جدا دكتورة احسان ربنا يبارك فيها بتاخد مني على طول الحاله تعمل تحاليل كامله وبعد كده باهلها واخدها اوديها دور رعايه انا برده في علاقات بيني وبينها تمام يعني في في انشطه كمان انا شايفاها من داخل الجمعيه اه في كمان يعني النشاط بتاع الخياطه عندنا أوه مشغل خياطه برضو شايفه حاجات جميله ستات مايلت يعني بتيركوا الحاجات ديت ومشغل مشغل كل يعني مشا... ده احنا بنعلم الستات بالمجان وبعد ما بنعلمهم احنا عندنا الخامات بنجيب لهم الخامات أوه. ويشتغلوا ونسوق وكله يعني كله بيسترزق كله بيسترزق أوه. الحمد لله رب العالمين فكرة عندنا جميلة حاجه ونفسنا ان عاملين اجتماعي إن من الكل كل حاجه كل أوه. حاجه تخطر على بالك في في الخير احنا شغالين فيها ما شاء الله ما شاء الله ما بنتنحاش عن حد بصراحه وبرده دور النظافه يعني احنا في ايام كورونا وايام صعبه انا, أنا شايفه برده ان احنا عاملين شغل عملنا شغل شغل جامد برده آه طبعا الفضل يرجع للشباب بتوع المتطوعين بقيادة الأستاذة اية أنديل كانت معانا على طول فى الحملة اللى فاتت وإن شاء الله الحملة اليومين دول احنا بدأنا نجهز الحملة الجديدة بتعقيم مطلوب. الشوارع أوه. طبعا كنا بنعمل بنلف في الشوارع بنقول توعيه للناس لان الناس محتاجه على طول حد يفكرها ويذكرها ويراعيها عملنا استقارات باسم الجمعيه مكتوب فيها كل ما يخص الكوفيد وكنا بنكتب ارقام الحاجات وكنا بنساعد كان في مبادره في دار السلام جميله جدا ولا زالت مبادره جميله جدا تحت قياده المستشار محمد حسن وطبعا عندنا ناس جميله و والناس خيرة. النائب الجديد لا، فعلا النائب الناس محمد تيسير مطر برضو والده الناس دي كلها مش بجد بيدعموا وبيساعدونا ان احنا نقف على رجلنا في حتة ان احنا مشاركة، هي مشاركة. مشاركة، هما بيعملوا حاجة واحنا بنساعدهم، احنا بنعمل حاجة وهم بيساعدونا. ما شاء الله زي ما بيقولوا كده ايد على ايد بتساعد اه ف... طبعا فالإيدين كلها كده آه تحس ان كلنا... خيرين مع بعضهم في يعني انا عايز اقول لك على حاجة فبتوصل ربنا... لحاجة كويسة اه طبعا, طبعا. 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 انا عايزة اقول لك ان احنا رب... ربنا بيسخر لي بيسخر لي ناس تساعدني يعني طبعا. 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 انا نزلت في حملة من ثلاث سنين اسمها حملة خليك مع ادم نزلت أوه. انا والشباب وكنا في نظافه في الشوارع قبل كورونا والكلام ده أوه. وكنت متعاونه مع مع الحي وحاجات زي كده جيت اتعرفت على الحاج صلاح الدين مسؤول عن جمعيه المختار بدار السلام الراجل ده قمه في الاخلاق وقمه في عمل الخير لما جه تعرفنا على بعض وهو شاف طريقتي واسلوبي وبشتغل ازاي وبحب الخير ازاي بدانا نعمل انا وهو تعاون بقينا نعمل تعاون فى كل حاجة لحد ما عملنا المؤسسة بتاعة مؤسسة دار السعادة بين احنا الاثنين فيها في مجلس الامنه فهو بيساعدني في اي حاجه بحتاجها منه وراجل الحمد لله متيسر و... وبيحب الخير وعمل الخير وفي في عندنا ناس متيسرين كتير والله ونفسها... نفسنا بقى نشوف الاعمال الخيريه دي مطلوبه و... ونفسنا ان ما, ما يكونش في حد محتاج لحاجه والله يعني والتكافل المجتمعي بينا وبعضينا اللي... آه. اه يعني لو كل منطقه فيها جمعيتين ثلاثه أيوه. يشتركوا على انهم يقدموا خدمات للناس اللي حواليهم المحتاجين سيد السيدات المطلقات الارامل السيدات المعيلات الناس اللي ما عندهاش شغل وكمان كان لينا دور فعال جدا في العماله لما توقفت العماله احنا أيوة. كنا يعني بقينا متبنيين العماله المهمشه في الفتره دي طبعا مواد غذائيه لحوم اي حاجه تخطر على بالك كنا بنساعد بيها أوه. ما شاء الله يعني وبرضه عايزين نتكلم برضو مجال الطلبه شويه اه طلبة إيه؟ ده حبايبي دول. آه. دول, دول اساس الجمعيه على فكره <applause> لا بجد والله دور فعال جدا وبالذات في الطلبه آه، انا عايزه اتكلم انا طبعا آه. اللائحه بتاعتي بتقول ان انا من حقي اعمل فصول تقويه للولاد اللي هم غير قادرين على القراءه والكتابه و... لا أوه. القراءة والكتابة القراءة والكتابة. ما هو تمام. نتيجة أوه. بقى ظروف عائلية أوه. فانا بدأت اتبنى أجيب. الولاد دول أوه. من 8 سنين تبناهم ازاي بقيت اجيب الولاد وطبعا تحت رعاية السيدة الفاضلة مش عايزة اذكر اسمها عشان هي هتزعل لا والله <تصفيق> <تصفيق> في ناس بتحب عمل الخير بيكون متداري كده معاه هي بتحب كده فعلا ربنا هي بصراحة ربنا بتراعيهم يعني. آه بتجيب لهم لبس المدارس بتجيب لهم لبس العيد بتجيب لهم كل احتياجاتهم القراريس والاقلام حتى احنا بنعمل لهم وجبات سخنه حتى بنعمل لهم سناكس كل يوم في اثناء اليوم الدراسي فاتحين المكان من 8 صباحا ل 8 مساء وطبعا عايزه اقول لك ان الجمعيه كانت صغيره فاضطرينا الحاج صلاح ادانا مكان فربنا كرمنا يعني بقى لينا مكان يعني للأطفال. نفسك في ايه بقى في, في اخر والله حاجه والله يعني... اخر حاجه انا نفسي فيها ان كل الناس تعمل العمل الخير ده يعني من قلبها الله. وتخلص النيه وتحافظ على بلدها ومجتمعها آه وحاجه واحده بس نفسي فيها ان احنا يبقى عندنا مكان اوسع من اللي احنا فيه لإن أنا عندي بقى عندي 170 طفل وفتحة شاء ثلاث فترات من 8 صباحا ل 8 مساء، فلو ربنا كرمني بمبنى أو بحتة أرض أو حاجة أنا أنا عندي استعداد أبنيها من الألف للياء، نفسي الحكومة تلتفت للجمعيات الآلية ساعتها إن هي يبقى عندها قطعة أرض أو, أو. مثلا مكان يكون مقفول ممكن إحنا نستفيد بيه الجمعيه تستفيد بيه وتقدم خدماتها للاولاد اللي محتاجين لنا وللأهالي ولمنطقة دار السلام كلها ان شاء الله باذن الله وان شاء الله يكون صوتنا مسموع باذن جدا. الله انا اتشرفت بيكي ونورتينا في بيت اميره بجد من الناس اللي انا سعيده بوجود بوجودك معانا يعني بجد انبسطت جدا أميرة وانا اللي شرف ليا طبعا ربنا يخليك يا رب آه انتظرونا بعد الفاصل باذن الله هيكون معانا ضيف جديد في بيت اميره فاصل ونعود